أكلتنا لليوم اسمها كوسة محشي، وأكلة كتير طيبة وكتير معروفة بأكثر الدول العربية. منجيب الكوسة، طبعاً الحشوة هي رز ولحمة، وأنا بحط لها بندورة وبحط لها معها سنتوم ونعنع وفلفل أسود وبهارات وملح، وفيكم تحطوا معلقة دبس بندورة كمان بالحشوة مش مشكلة. ببرش نعمل التسويكة، هي التسويكة يعني هي ملح ونعنع وثوم سنتوم، وبس أحفر الكوسة بحطها فيها فبتتشرب الكوسة طعمة الملح والثوم والنعنع، فما بتطلع محلونة، عرفتوا كيف؟ الكوسة فيها شوية حلاوة إذا منحطها بهاي التسويكة، هي مسميها تسويكة هي المي والنعنع، بتطلع أطيب بكتير وأزكى بكتير نكهتها بالطبخة. يلي بده يعرف كمان شو عملت بقلب الكوسة يكتب لي لحتى أقولكم شو سويت أكثر من شغلة. هاي الحشوة ببرش البندورة برش، هاي البندورة سودا عندي من الجنينة بس هيك بيطلع لونها زيتي على الكاميرا. بحط لها نعنع وثوم وملح وبهارات مثل ما قلت لكم، في ناس بحطوا كمون أنا ما بحط، بحط لها معلقة سمنة كبيرة حسب كمية الحشوة اللي أنت عملتيها. تخلي يعني بدك تشغلي احساسك بتكون الحشوه هيك يعني طريه ماءنا كثير قاسيه. وبالعاده انا بفرم ثوم وبقليهم بسمنه، بس تطلع ريحه الثوم بصفه البندوره المقطعه، وبعدين بحط الكوسه فوقها، يعني ما بحط الكوسه دغري بسفل الطنجره. في ناس بحطوا لحمه، انا بفتكر انه اللحمه اللي بقلب الكوسه بكفي، فما بدها انه في ناس بسوريا بيحطوا معه كمان فاصوليا وبيطبخوه انه بياكلوا الرز وفاصوليا بنفس الوقت، الرز تبع الكوسه والفاصوليا انا ما بحب. بحشي معه كمان فليفله بيعطيها للريحه للكوسه، شيء بياخذ العقل، ريحه البيت بتصير بتجنن وقت نطبخ الكوسه. فبرش لها ملح ونعنع كمان على وشها، وبحط لها انا عصير بندوره، في ناس بحطوا رب بندوره بيخلطوه بالمي، انا بفضل العصير. شوفوا هالكوسة ما أحلاها، وهاللون لو تشموا الريحة فعلا، لو تشوفوا ريحتها معبق البيت كله بتجنن. وأنا بحط حر بقلب المرأة، هذا اختياري كمان، في منهم ما بيقدروا على الحر. رح ورجيكم الكوسة كيف تطلع مفلفلة بقلبها فلفل، يعني وقت نحط معلقة السمنة مو بس لحتى نزيد الدسامة، حتى يطلع الرز مفلفل من جوا. ففعلا كتير طيبة، وصحة وألف هنا للي بده يجربها. شايفين كيف كل رزة لحالها